وأقول ربما ينصرف هذا المعنى أول الأمر إلى الصحة والجمال، هذا حسن، إلى الصحة والمال هذا حسن، لكنه لا ينبغي حصره كما قال أبو حيان في تفسيره في آيات مشابهة لهذه الآية: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. ذكر الله عز وجل القربات إليه فقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي أنها من شعائر الله العظام. ثم قال جل ذكره: لكم فيها خير. ما الخير هنا؟ الأجر في الآخرة بنحرها، والصدقة على الفقراء والمساكين والمحاويج، فهذا من الخير الذي نسوقه إلى الناس ويساق إلينا من الله بسببه الأجر، وهذا من معاني مفردة الخير في القرآن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذلك جاءت مفردة الخير في كتاب الله جل وعلا على أنه مما ينبغي أن يسارع الإنسان فيه. قال الله عز وجل عن زكريا وآله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيسارعون في الخيرات أي يسارعون في كل عمل صالح يقرب إلى الله جل وعلا، مما يتعلق بصلتهم بربهم كالعبادات المحضة الأربعة، الصلاة الثلاثة، الصلاة والصيام والحج، أو بالعبادات المتعدة مثل الزكاة ففيها الإنفاق، أو غير ذلك من الصدقات من عمل المعروف وإغاثة الملهوف وما إلى ذلك مما ينبغي أن يجبل عليه الخيار من الناس.